ودايما كان عندنا المرادف للطب على طول صيدله، والصيدله بالنسبه للطب حاجه اساسيه لانكم تتعاملوا مع الدواء، الدواء الذي يكتبه الطبيب بعد التشخيص. فشايف معظمكم بنات، بس اتمنى ان بعد ما تخلصوا كلكم تشتغلوا، مش تتجوزوا تقعدوا في البيت بقى وتقعد تتعب. احنا هنا 5 سنين وبعدين ايه؟ ف بتمنى لكم التوفيق، والصيدله عايزه شغل، والسكاشن عندكم عايزه حضور ووقت طويل، لازم تكونوا مستعدين للكلام ده. وانتم دلوقتي سنه ثانيه قديم زي ما عرفت، فيعني قربتم في نص المسافه. يعني انا خدت صيدله زيكم كده بس خلص، وواحد بيحضر الدكتوراه، فيعني برضه صيدله لها حاجه في يعني محبه خاصه في قلبي. بتمنى لكم التوفيق، وعارف ان التعب اللي انتم